خليكم معنا بعد قليل بإذن الله في سؤال وإجابة مع البرنس. يا حلو يا مرحبا بالجميع. خلنا نشوف الشباب هناك. مساك الله بخير، كيف الحال؟ شلونكم؟ طيبين؟ ونسألكم سؤال واللي بيجاوب نعطي الجائزة. من هو الحاصل على المركز الأول في فرق المؤسس لون الشعر؟ مسمار. يا شاء الله عليك. هلا 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 باللي له الخافق يهلك. صاحب تستاهل. تعالوا. مساك الله بخير، كيف الحال؟ شلونك؟ كيف حالك؟ طيب خليك بالحلال جالسه بالحلال. مساك سؤال وفز لك جايزه. من الحاصل على المركز الاول في شلف ولي العهد لون الصبره هذه النسخه؟ تعيش وتاكل غيرها. الصفر شلف ولي العهد. ايوه العشرين. الراج هقول يا من شراله من حله علاله. راح 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 تس الله يطس تس راسك. راح الراج بلحمه عندك الظاهر. انا جايك من الشرقيه هذا الحين، لكن طول مرة متابع وبقوه، لكن طول مرة ودنا تشوف السؤال طول مرة. ايش بس اسوي انا؟ ما عندي فلوس، ما عندي فلوس. هذا مساء الخير، كيف الحال؟ زيك. من فين؟ من باكستان. باكستان ونعم والله. انا باكستاني، ما بي خوف، ما بي خوف من دنيا. مالك انت يا متابع الاشواط في مهرجان الملك عبد العزيز؟ والله انا شغال بالبوابه برا. شغال بالبوابه؟ ايه مصور. حياتي. الله يحييك. نبي نسالك سؤال وجاوبتك جايزه. من اللي جاب المركز الاول في شلف ولي العهد لون الصبر؟ والله ما تعرف. ما تعرف؟ عشان في البوابة أنا ما تعرف. خلاص أنا دهين وري أنت، أنا مدير ولا ما في مدير؟ هلا هلا وغلا، شلونك؟ مرحبا. خير الحال؟ طيبين. شو صحتك؟ خير يا شيخ. بسألك سؤال وإذا فزت لك جائزة. من هنا ورايح أنا اللي خطط وأفكر وأنت اللي تنفس. من الحاصل على المركز الأول في شلف ولي العهد صفر؟ بمجلة. صفر وليس شعر. صح. شكرا لك طال عمرك. تعال دقيقة. ها. هو إيه لا. ها. عطنا اثنين. ما عندنا لا اثنين ولا واحد اثنين. عطنا خيارات يا أخوي. ما ينفع. قم 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 قم. مساء الخير. كيف الحال؟ وشلونك؟ يا مرحبا. من هو الحاصل على المركز الأول في شلف ولي العهد صفر؟ كلمتين بس، قول كلمتين وانا هقول على طول. ايوه ايوه. شنو هولي العهد المطيري؟ شو اسمه؟ المطيري. الله، انت بتذاكر من ورانا ولا ايه؟ سؤال جاهز حبيبي. معلش تفضل طال عمرك. عادي يا قلبي، خذ راحتك. هلا يا شباب، مساء الخير، كيف الحال؟ هلا وسهلا. سؤال وجاوبتوا لكم جائزه. دقيقه يا حبيبي دقيقه. من هي الحاصل على المركز الأول في شوطة الأميرة نورة؟ نورة المهيدر. صح يا حبيبي، ما شاء الله لا إله إلا الله. الودة كفاءة يا باشا، مين الودة؟ فطين يا ولد، فطين وذاكرة قوية، الله يحفظك. يا حبيب قلبي، هذه جائزة طال عمرك تستاهلها. شلونكم؟ بخير وعافية. من هو الفائز في شوط شلف ولي العهد لون الوضح؟ لون الوضح؟ إي. ناصر عيد. صح، سهل. مساك الله بخير. مساك الله بالنور يا مرحبا. وشلونك؟ في سؤال وفزت لك جائزة. مرحبا. وش هو اللي بيد؟ اللي بيد هو اللي طال عمرك يندب لها الروح واللي يطقها يصيح لها. اي وش هي؟ كيف وش هي؟ قطعة ولا وش هي؟ اي قطعة مربعة. لا عصا ولا؟ لا لا قطعة مربعة تعلق على الروح. مساك الله بالخير، كيف الحال؟ خير وما الخير. بنسألك سؤال ونجاوبت لك جايزة. تفضل طال عمرك. وش هو وش هي الجرايب؟ الجرايب؟ نعم. الجرايب هي على وش؟ على النار. جرايب وليس الجلايب. الجنايب حقتها يلبسون على البطن هذا حكا زي السكينة. لهم قبائل معروفة زي القحطان يام
ما كذلك. فؤاد يقول لك اصبر علي شوي يوريك شغل. صحيح ولا لا؟ غلط. غلط؟ ايه غلط يا حبيبي غلط. مساكم الله بخير، كيف الحال؟ شلونكم طيبين؟ شلون صحتكم؟ وش هي قطعة الجنايب؟ الجنايب؟ وش هي الجنايب؟ الجنايب هذا الجنيبة اللي يحطونها على الناقة الخلفه علشان تركب عليها الشمالة على ظهرها، على الغالب على الظهر لين الدل. من سلطة عمان. ما شاء الله، تبغى نتعرف عليك؟ سليمان معمري. ونعم والله. نسأل سؤال وإذا جاوبت لك جائزة. ما تعذرنا من اللقاء. لا ما أعذرك، أنتم من أهلنا من عمان ولازم نسألكم. زين ما غلط. وش هو العرنون؟ وش هو؟ العرنون، عرنون الناقة. عرنون الناقة؟ إيه. هذا جزء من جزاء الناقة؟ نعم. وفي الوجه تحديدا؟ يمكن هنا؟ صح، ويستاهل جائزة. يستاهل. الله يطول عمرك. الله خير. هذا بزوجتي أنا. اللي تعرف عليك؟ أحمد محمد البرواني. ونعم والله مليون. من وين؟ من وسط، من سلطنة عمان. ونعم والله منورينا في الديرة. طال عمرك في مهرجان الملك عبد العزيز تحديدا. كنتم مع البرنس في حلقة جميلة إن شاء الله، وشكرا لكم. واحد اثنين ودراهم.